أهلا بيكم مشاهدينا الكرام في تغطياتنا المباشرة اللي بتكون أول بأول معاكم. إحنا معاكم فكونوا معانا. مصر وقطر وقعوا خلال الساعات القليلة اللي فاتت اتفاقيات باستثمارات بتصل ل5 مليارات دولار أمريكي خلال اجتماع عقد بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. في التقرير ده هنعرف التفاصيل وهنتعرف على التفاصيل أكتر عن الاجتماع المصري القطري وأيضا عن الاستثمارات القطرية في مصر. تابعونا، أهلا بكم. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وصل القاهرة خلال الساعات اللي فاتت لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية، والزيارة دي هي الثانية من نوعها خلينا نقول لوزير الخارجية القطري لمصر منذ قمة العلا اللي انعقدت في شهر يناير السنة اللي فاتت. خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده سامح شكري مع نظير القطري قال ان الشوائب اللي كانت في العلاقة بين القاهرة والدوحة أزيلت بعد بيان العلا في المملكة العربية السعودية، وكمان مع تفعيل أمين وصادق للجنة أو لجنة المتابعة بشكل خاص، ووجه كمان الشكر لدولة قطر على رعايتها المصريين العاملين فيها، وإن مصر كمان بترحب بزوارها من القطريين. بعدها حصل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، وكمان السفير سالم بن مبارك آل شافي وهو السفير القطري في القاهرة، وأيضا عدد من المسؤولين المصريين والقطريين. وتناول هذا الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وكمان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة أو مجالات كافة. الجانبان المصري والقطري اتفقوا كمان خلال الاجتماع على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار أمريكي في الفترة الجاية. ده بيأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري بين البلدين، وبتتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات، وبتعد أبرز الاستثمارات دي بنك قطر الوطني الأهلي مصر اللي هو QNB وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للبترول عن طريق شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفات الشركة المصرية للتكرير. وكانت آخر الاستثمارات القطرية في مصر لما أعلن شركة الديار القطرية عن بداية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت، وده كان بمليار جنيه مصري خلال حفل اتقام في شهر أكتوبر اللي فات، وقبلها كمان افتتاح الشركة لفندق سانت ريجيس على النيل. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد كشف عن ارتفاع قيمة الاستثمارات القطرية في مصر في عام المالي 2019-2020 لتسجيل 679 مليون و400 ألف دولار أمريكي مقابل 382 مليون و200 ألف دولار أمريكي في العام المالي 2018-2019، وده بنسبة ارتفاع 77.8%. وقيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر اللي سجلت 25 مليون و400 ألف دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 22 مليون و400 ألف دولار أمريكي خلال سنة 2019 بنسبة ارتفاع 11.8%. الجهاز المركزي أعلن كمان قيمة الصادرات المصرية إلى قطر اللي بلغت 396 ألف دولار أمريكي عام 2020، وده مقابل 171 ألف دولار أمريكي خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع 131.6%. وارتفعت قيمة الواردات المصرية من قطر إلى 25 مليون دولار أمريكي في عام 2020، ده مقابل 22 مليون دولار في عام 2019 بنسبة ارتفاع 10%. وصلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر لمليار و300 ألف دولار أمريكي في العام المالي 2018-2019، وده مقابل مليار و400 مليون دولار أمريكي في العام المالي لعام 2017-2018 بنسبة انخفاض 7.4%. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، في أمان الله.